السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله ورجعنا لكم فيديو جديد في القناة. طبعا صوتي غريب عليكم عشان مش محمد، أنا سليم اسمي. وطبعا صورت قبل كده فيديو بس كان قصير، ويا جماعة هعمل بس ميوت. وده يا جماعة فيديو فورتنايت، وان شاء الله هنلعب جامعة 3 جيم، وان شاء الله نحاول نكسب فيهم جيم. ليتس جو، يلا بينا. ان شاء الله يا جماعة نكسب جيم، وطبعا يا جماعة متنسوش لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو مي ني. وان شاء الله ان شاء الله انا ومحمد هنعمل فيديوهات كتير، وهنحاول ان احنا يعني من يعني اللي نحاول الفترة دي نحاول نعوضكو على اللي فات. ده كمان احنا بندخل شوف كم حاجة ماشي، خلينا نسافر برا. اها اجربنا طبعا احنا واخدين سكرين ودخلنا، ان شاء الله نكسب جيم 3 جيم دول. طبعا بعد الفيديو ده مع محمد هصور لكم فيديو فول جايز وهكذا يعني. فيلا بينا هننزل بقى في التالت كده. ننزل في التالت نقطع العيال. كده ايوه ماشي. حط كده هنا السلاح ده يا جماعة ما بحبوش، بس يلا ماشي. الأسلحة حلو اوي، البمب ده ستاك اوكي. سريع سريع متنا طبعا، اول ما متنا طبعا نختار الجيم.
يلا بينا يا جماعة ندخل. يا جماعة دخلنا. وطبعا يا ريت بعد كده نصور لكم فيديوهات طويلة، بس انتوا متنسوش بس اهم حاجة اللايك سبسكرايب على الجرس. طبعا في اخر الفيديو برضو هفكركم اللي هو بعد التلات جيم ماشي. ف السكن ده الصراحة جامد، هي كان موت واحد بس هو راح يتسلى علينا. ببلع واحد اكس اوكي ناس كتير قوي، بس ان شاء الله نكسب المرة دي. ننزل بقى يا جماعة فين؟ لا لا انا بعيد جدا، ف خلينا مثلا هنا كده حلم وفي ناس حلوة يعني بتنزل يعني 1 2 3 كده. اوكي ننزل لنا ناس كتير يعني، انا اللي بينزل برو ولا يعني برو. او ماي جاد كل حتة فيها واحد، ما لقيتش ولا حتة يا جماعة، مفيش واحد، لقيتش غير دي واحد كده اللي رحت مبلعه واحد هيتشوت كان. لو انت هتهزر معايا ده يا جماعة اللي كان معايا يا جماعة مش هنلاقي سلاح كتير اوي حلوة. دول فرسان ده سلاح حلو، هو حلو بس واحد هنا قاعد بيضرب فوق. طبعا دلوقتي هنجيبه اوكي. موت يا جماعة لتاني مرة. طبعا ده الجيم الأخير بقى، فلازم نركز ان شاء الله بقى يطلع لنا أسلحة عدلة. يلا بينا يدخلنا بقى يا ريت يعني بسرعة. طبعا اللي عايز يلعب معايا انا محمد، ادي اهو اسم الاكونت بتاع محمد. وساعات انا اللي كنت بلعب وساعات هو، فمحدش يا جماعة يشتغل. انا اللي بلعب مثلا ممكن احنا في اللودينج سكرين. ايه ده قاعد خرجنا يا جماعة، كنا عايزين يا جماعة يخرج قصدي يدخل. ايه هزت الدريعة دي؟
ما احنا كرومين. قمنا نلاقي حد جل معانا اكتر من 500 واحد، 98 واحد. ف يا ريت يا جماعة نقلل شوية الرقم ده، يا ريت يعني بتاع كم واحد كده يخرج. يعني سلام لو حد خرج. طبعا ده اخر جيم نلعبني سريع سريع كده. يعني يا ريت الناس دي يعني تهدي شوية اللعب، يعني هما ما يهدوش، بس يا ريت ما يبشوش عليا، يكون معايا أسلحة زبالة أنا بس اللي بش. طبعا يا جماعة بحب أوي إن أنا بش، يعني هتلاقوني كده فجأة ببش على واحد. طبعا يا جماعة دلوقتي عندي سمع صوت ضرب نار، في صوت ضرب نار يعني. كان يموتنا يا جماعة، بس الحمد لله ربنا ستر. بس ما تهرب تمام دلوقتي لازم اهرب. واحد تاني يا جماعة وجي قتلنا. ف ما نلعب جيم رابع ولا ايه بالظبط؟ احنا عاملين فيديو نص ساعة ولا حاجة، ف هعمل حاجة وارجع. طيب يا جماعة ده اخر جيم وهنقفل الفيديو، يعني ممكن تلاقوني كده في نص الفيديو ختمت خلاص. يلا بينا. ان شاء الله يعني هنزل لكم فيديو تالت ورابع النهارده، يعني ممكن تقول النهاردة ممكن ننزل بتاع 70 جيم ولا حاجة. و ياريت يعني ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله احنا الجيم ده ما نخسرش ان شاء الله. لو احنا في اللودنج سكرين طبعا يا حلوة دي ايه خرجنا تقريبا، بس حصل لنا لاج مش سوي. خلوا الاجدعين كده لو عملنا لاج ان احنا نقتل اي حد من ضربة واحدة كده. اعمل اقفال يلا بينا. احنا المرة دي معانا 100 واحد، مية وواحد.
ليه الديد؟ احنا مستحيل نكسب، بس يعني برضه النزلة حلوة، يعني حلوة قوي. بصوا مال برشا، يلا بقى رب اصلح. ايوه حلو. هذا ما دخل الجيم مات. الضربة دي هيجاب هجيبة هتجاني دي. بص يا جماعة، ضربته كلها مجتش فيا، انا هلسي لسه 100. او ماي جاد، الطلقة بتاعته متحسبتش، انا طلقتي كلها اتحسبت. حد دلوقتي بعد كده تمشي. يلا بقى عايزين حد، هو اكيد هيكون فينا. بس حاجة غلط، في حد غالبا دي خلاص ربعت الوتر. اوكي لو سان رحنا من حاجة شايفين يا جماعة بتاعت الدواء دي، ده موت واحد مع تعمية سلاح. ناخد دي كده بسرعة يا جماعة، هنموته هنموته هنموته. لا 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 لا، متنا يا جماعة. دلوقتي هنختم الفيديو، فسلام، ويا ريت تنسوش اللايك وسبسكرايب وفعل الجرس. سلام.